شاركت بعدة معارض في الضبيدة والرباط وفاس، بين الأعمال اللي معروضة عندي في المعرض كاين نعم لوحات أخرى تشكيلي سواد الخط ربما لوحات بالنسبة لك بالنسبة شاركت في اليوم العالمي للمرأة على دو سيديسيون 2017 و 2019. حاليا المعرض المشترك هو متنوع، يشمل فنانين خطاطين مبدعين في الخط العربي بالإضافة إلى المشاركة ديالي كانت في الفن التشكيلي التجريدي، هذه أول تجربة ديالي ديال الفن التشكيلي، وكنتمنى أنني نحاول يعني تنفتحي على مدارس أخرى. هذا ما نتمنى. إذن كيف كان يعني التجاوب ديال المتلقي والزوار منذ افتتاح يعني هذا المعرض هذا والمشاركة ديالك وأنت جنبا إلى جنب إلى الزوج؟ كان تلقي يعني بصدر رحب خصوصا. إذن نتمنوك مسيرة موفقة إن شاء الله في المجال ديالك والانفتاح على مدارس أخرى. أتمنى كل التوفيق. رمضان كريم. معكم العربي تراك، سن 50 سنة، موظف بمدينة مكناس ومقيم بمدينة مكناس، كان هو الخط منذ حوالي 30 سنة الآن. لي الشرف باش نكون حاضر مع الإخوان في هذا المعرض هذا اللي هو معرض مشترك مع السي عبد العبيس والسي شبوك والسي خالد ديدام والسيدة الزوجة ديالي كريمة أبو تبير. حنا حاولنا نشاركوا تقريبا بواحد 10 لوحات ديالنا، هي متنوعة بين الخط المغربي بكل أنواعه، والحمد لله الآن عرضت أول تجربة ديالي اللي هي الكتابة على الجلد وبطريقة قديمة، ثم الكتابة بأوراق الذهب اللي حاولت نعطيها نبينها لهذ المدينة السعيدة ديالنا، والحمد لله لقات إقبال ولقات إعجاب لوحات كاملة بدون استثناء طرف الزوار سواء أجانب أو المغاربة اللي زاروا المعرض هذا. وأنا من بين المدارس الخطية اللي كنحاول نجدد وكنحاول نخرج على القواعد، لأنني أنا أميل إلى الفن أو التشكيل أكثر من الخط، كنحاول دائما نمزج بين الصباغة والحروف بين الصباغة والكتابة، والمشاركة ديالي هنايا هي جد مفيدة ليا والإخوة اللي كيزوروا المعرض، لأن كيشوفوا واحد التنوع بين الخطوط المغربية والمشاركة اللي كاينة في هذا المعرض كامل، والإخوة اللي مشاركين معنا كل واحد دير واحد العمل ما شاء الله اللي كيكمل بعضياتنا البعض. وكنشكروا كل من زارنا وكل من ساعدنا، وكنشكروا الإخوان ديال الصحافة لأنهم ما فاجئوا أن فيما كيعرفوا شي مهرجان كيجيو اللي كيخطيوه بواحد الطريقة اللي هي الحمد لله احترافية وجميلة جدا، وكنشكركم. نحن في الخدمة. شكرا. شكرا. فكرت خاطر الإجازة كنتصور على طريق التحليلية، كنهضر بالسيد ديالي اللي بان تحت أنه كيعطي كيسير جديد، هذا عمل جديد. نعم؟ فالخطة كاملة بدات تصور العمل بحال الناس اللي كتبقى تبرر معاه، ما كانش عندك المستوى ديال اللي صافي راه تما كنت كيعطيك شهر اللوحة وكيدير هو هذه بمثابة اعتراف. اعتراف اعتراف. الحروفيات دخلت فيها شويه ديال الذهب دخلتي لي هادو داخلين في اللوحه داخلين هذه الحروفيات وهذا اللطيف هذه اللوحه ديال السي عبد الاله آية الكرسي في الديوان الجاري طريقة الدبلوباج فيها العمل مكسر بزاف لان نزلت في الشهور وما خصوش تقطع راسي ولا الله يكون الاخوان في هو تبارك الله صاحبي الجلد الجلد ديالي أكبر وهذا كان أحمد
مجوال جديد، هذا خط جديد كان بذكره واحد الاستاذ ديالنا السي الخربوشي، وحاول يضيف عليه الزخرفه ويضيف عليه الالوان مره فرنسيه مره هذا باش يخرج هذه اللوحه هذه الجميله هكا. هذا الخط ما كانش النقاط فهذه فيها فلسفه الحمد ربك وكل السعيدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين وبدايه الصوت. نعم وخذينا منها الفكرة ديال هاد وكان الإنسان أكثر شيء من الجدلة آية منها من سورة كهف، يثبت أن الجدل الإنسان الجدل معه في راسه في الحياة ديالو في يعني كيبقى دائما داك الصراع. حاول تبرمجو أن ما تكتبش خط واحد، يعني تكتب الأوجاع مرة كتطلع كيف هنا مرة كتجي هنا مرة هذا، حتى الألوان حتى هما وقع فيهم جدل، يعني ما خرجش بلون واحد. ولكن كتقرا كلام الله كامل كتخليها هنايا مكتوبة زوين ولا بخير، يعني ملي كترجع للقرآن وترجع للراحة النفسية كتكتبها عادية. عندهم ديك المقالات عندنا هاد الخبر هاد الاخبار هاد الجزائريه في العراق بحال المصري كتلقى نفس الاعبار نفس المقامات نفس القياس، وانت كتبدا تتمرن وكتعاود تكون عندك قياسات ملي كتضبط الاخبار كتحيد ديك القياسات كتجي مباشره بحال السي الخطيب اللي يخدم واحد الباك سيت باك حيت كيحفظ لي التصاوير. كانت كتبات النساء والمغرب كان من الاعمال اللي تجينا ديالي انا كندخلات هذا الشيء ديال النساء الحين اللي كنت دخلته في الصخرفه المغربيه ديالنا. وزاد هذا الحديث انا كنت شايف الرجال الشهر النساء ما اكرمهن الا كريم وما اهلهن الا لئيم، فهي حاولت تدخل بعض المرات الخط مع الصخرفه ديالها. بالنسبه للصوره يعني كاينه لا ستاسيون ديال جبل الدين الرومي مازال حيتو عنك، اذا شكلتها في هذا الستيل لا تكنيك لا في لا بينتور اكريليك. بالنسبه للالوان يعني شنو كيرمزوا لك يعني الالوان اختيار الالوان لان كاين يعني الوان فاتحه مفتوحه نظيفه ودافئه شويه. نعم كترمز شنو الموضوع؟ وكاين هناك مز ما بين الحروف وما بين التشكيل، يعني واش كاين علاقه جدليه بيناتهم؟ لان هذا كيبان بحال الصراع الموج لي فان لي فان كيشكل الوان الصراع صراع لان جلال الدين الرومي قال ما تبحثوا عنه هي يبحثوا عنك، يعني يمكن عبراتها يمكن الرزق يمكن يمكن كتخاف بلاصه مظلمه ولكن لا بد تخرج راهي ديك الضربه ديال الراس مفتوحه هذا مثلا هذه الضربه هذه وهذه كتخرج من داك كتلقى داك الشيء اللي كتخلي كتبحث عليه بعد واحد المعاناة ما كتبقاش في ديك الدوامة الحمد لله كاين انفتاح كاين انفراج. فملي الصوفية الصوفية حلاج L'orchidée bleue, c'est très rare.
كتعرفش ليا ما كاينش الرطوبه بزاف خاصها الهيوميديتي خاصها البروده واحد شويه دونك واخا جفات وداكشي حاولت نعطيها واحد إعادة الحياة في هذا الطابلو وديما بالمشاركة مع الزوج ديالي ولقد مننا عليك مرة أخرى القول ديال مننا إذا بحالنا عندها واحد الوقتين الحياة جزء وخدمات تخرج من هذيك الحزمة اللي هو زعما وعاود شاع يعني من هنا خرج حتى ولا غادي يوصل كتموت إعادة الحياة في السلام عليكم لاباس كيفاش كتكون كتخدم ان طابلو سي سا ديبون على لي طادام اللي كتكون فيها دونك هنا كتكون كانت واحد شويه ديال لا كونفيزيون كتبقى صعيبه لا كيأثر إذا هنا هاد لو طابلو سميتو كونفيزيون لأن بديت بلو نوار ألوغ لو نوار سي كولور تخي فورت لي كتضرب باغ لا سويت عاد عززت بشوية ديال لي توش جون باش تعطي واحد شوية ديال الأمل والراحة والابيزمون اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دونك اختاريت كاين تخرج كريمة الناس اللي